تقول السائلة: يقوم بعض المحسنين بتوزيع التمر على المصلين في الحرم، وذلك طلبا للأجر، لكن البعض لا يأكلونه بل يضعونه على الأرض أو في الكاسات، ثم تأتي عاملات النظافة عند النساء بأخذ التمر ووضعه في أكياس النفايات، وبهذا تهان هذه النعمة بكميات كبيرة. هل من توجيه للناس حول المحافظة على هذه النعمة؟ الواجب عليك أن تبلغ رئاسة الإشراف على الحرمين الشريفين، تبلغ الرئاسة بما رأيت وما يحصل، وهي إن شاء الله تقوم بالواجب. نعم.